أنا من منطقة أو من بلد في أفريقيا أو ما يسمى في العالم الثالث، الذي هو منطقة محرومة جدا من حرية التعبير ومن كل الحريات المتاحة. اسمي عادل محمد سعد آدم، من إريتريا، درست الإدارة المالية في جامعة قطر. عندما أتيت إلى قطر ظننت أنه سيكون نفس المصير، لأنه كما نعلم أن منطقة الشرق الأوسط لا تختلف كثيرا عن العالم الثالث وكبت الحريات وهذه الأشياء. ولكن عندما أتيت إلى مناظرة قطر الدوحة وجدت أن الأمر مختلف، أنك تستطيع أن تقول ما تشاء حتى في البلد الذي أنت موجود فيه. أول تجربة لي مع الدوحة دبيت كانت لما كنت في الصف الأول في الجامعة، وطبعا دعيت من قبل الجامعة لأن أحضر الدوحة دبيت. وعندما أتيت إلى الدوحة دبيت لم أكن أعرف ما هي الدوحة دبيت ولماذا الدوحة دبيت، ولكن في الحلقات التي تلتها سألت أول سؤال لي مع الدوحة دبيت، واكتشفت أن الدوحة دبيت تناقش المواضيع مهمة بالنسبة لي حتى في حياتي الشخصية، لأن أناقشها مع الشباب، فاستطعت أنه أن أعبر عن رأيي ووصل صوتي وأشارك في التصويت لبعض المقالات التي يتم مناقشتها في الدوحة دبيت. كان عندي خوف شديد أنه يمكن سؤالي هذا سؤال غبي يجوز، أو أنه الناس ممكن ما تتقبل هذا السؤال. هذه المخاوف اللي كانت عندي أول لما حضرت الدوحة دبيت، وما كنت أسأل، كنت دائما أنا مستمع. وبعدين كنت أشوف أسئلة أنا في نظري أشوفها أنا أقدر أسأل يعني نفس الأسئلة، أو أقول أنه في بالي والله هذه الفكرة اللي كانت في بالي لكن سبقني فلان. فأول يوم سألت فيه أنا تجرأت، أنه قلت يعني خليني أجرب يعني وأشوف إيش راح يصير إنه لو سألت. وأتذكر أول سؤالي كان موجه لوزير العدل السابق القطري، وأظن ما أذكر الموشن، بس كأنه كان عن حقوق الإنسان أو إنه تقديم المال على حقوق الإنسان في قطر. وطبعاً التجربة كانت يعني مثيرة جداً، لأن أول شيء أنا هذا أول مرة أسأل شخص بهذا المستوى، إنه مش يعني مش أي شخص عادي، يعني إنه كان وزير العدل سابقا. فجربت وشفت حظي. طبعا هو انا اذكر لا اذكر الرد، ولكن يعني الرد لم يكن يعني موفي بالنسبه لي، يعني لم يكن كافي، ولكن لم اتجرأ ان اسال مره ثانيه، ان ادخل في نقاش. فهذه اول تجربه لي مع الدوحة دبيت. طبعا مع الايام تطورت، يعني في الايام التي تلت صرت انا اجادل او احاول ان اجد السؤال، ان اجد الجواب الكافي بقدر المستطاع لسؤالي. We're going to take a question from the gentleman in the third row then. My question is to the opposition. I wonder, what we know is that America had an imperial interest in the region, and in my opinion one of the problems that there is no peace in the East, in the Middle East, is because America has an interest in that, in keeping that problem. So is Barack Obama strong enough to change that imperialistic hegemonic interest of America to shift it into bringing peace in the Middle East? طبعا أكثر حلقة عجبتني وذكرها هي حلقة أن أوباما يمكنه أن يأتي بالتغيير في الشرق الأوسط. والسبب اللي خلاني أنه هذه المناظرة تعجبني أساسا لأن الذين كانوا يتحدثون مع المقولة أنا كنت أختلف معهم تماما، ولكنهم كانوا يعني كانت حججهم قوية جدا، مما جعلني أتفاعل مع المناظرة وعنوان المناظرة بشكل كبير. ولا أنساها لأن أنا شخصيا سألت سؤال وطرحت فيها رأي، يعني فربما لأهمية الموضوع بالنسبة لي، ولأن أنا أختلف جذريا مع من كانوا ينظرون مع المقولة، بالنسبة لي ما تعنيه الدوحة دبيت هو حرية التعبير، يعني حرية الرأي، أن أي شخص يأتي إلى الدوحة دبيت له الحق في أن يسأل ما يشاء وما يريد بدون الخوف من أي عواقب قد تترتب على هذه الأشياء. Both of the opposition and proposition, they are against extremism, and we are all against extremism. But can you please explain for me what is the threat of political Islam? What is the threat in that to the West? علمتني التفكير الناقد، التفكير الناقد، وفي نفس الوقت
عدم الانحياز. فتعلمت من الدوحة ديبيت أن لا أكون منحازا لطرف ما حتى يبرهن لي أن حجته قوية، وأيضا أن استطعت أن أفكر بطريقة نقدية ولا أتقبل كل ما يقال.